محمد رضا أبو زياد. مرحبا خالد، مرحبا ليديا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد الفاصل. في اليوم التاسع من الحملة الانتخابية نشط عبد المجيد تبون تجمعا شعبيا بوهران حضرته عن التلفزيون خضرة شكر. أكد عبد المجيد تبون من وهران على ضرورة خلق أقطاب صناعية جديدة تؤسس لقاعدة صناعية بالمنطقة، وأن برنامجه الانتخابي يعطي الأولوية كذلك للفئة الهشة من المجتمع. وهران اليوم راها قطب صناعي، ولكن احنا نبغوا صناعه تجي معها لا سوتريتونس باش كاع نستخدم فيه مركبات كبيره اجنبيه او مشتركه تبنات هنا وراها تنتج، ولكن الادماج بالمواد الاوليه الجزائريه قليله بزاف. انا اتمنى باش تكون حول رونو وبيجو والاخرين اللي جايين ان شاء الله تكون مناطق صناعية أخرى للناس اللي يخدموا معاهم. لابواطا فيتاس لازم تتخدم هنا، الموتور لازم يتخدم هنا، ولكن مستقبلا كل ياخذ حقه، مدينة وهران لازم تاخذ حقها كذلك. اليوم العيشة راها صعيبة، قدرة الشراء نتاع العائلات نقصت، الأسعار ارتفعت، المرتبات ما تكفيش. أنا قلت وما هيش ديماغوجية وما هيش وعود انتخابية، قلت لازم نراجع المداخل أو الدخل بتاع الطبقات الهشة، لازم نراجع حد أدنى الأجور، لازم نحي الضرائب على الناس اللي الخلصة تاعهم قليلة. عبد المجيد تبون قال في الأخير أن الديمقراطية تكفل حق التعبير لكل الجزائريين، وأن من يخرجون للشارع للمطالبة بحقوق إضافية عليهم احترام حق الأغلبية. وبوهران دائما نشط المترشح عز الدين مهوبي تجمعا شعبيا غطته عمر ينهاري. من وهران تطرق عز الدين مهوبي مترشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى برنامجه في قطاع السكن والإجراءات الجديدة للحصول عليه، وبالمناسبة تحدث أيضا عن الآليات الجديدة لتشغيل الشباب والقوانين الرادعة ضد تعنيف المرأة. السكن الريفي أيضا نحن ننتقل من 70 مليون سنتيم اللي نقدموها كدعم نرفعها لمليون دينار أي 100 مليون سنتيم، حتى يعني يمكنهم أنهم ينجزوا سكن مريح لهم ولأبنائهم. نشجعوا أيضا في أبناء الريف، أيضا يمكن أننا نقدم لهم قروض دون فائدة. أولادنا اللي في لونساج في لونجام وفي الكناك وفي هذه الصيغ اللي تقدم من القروض، نقول لهم أولا المتابعة القضائية ما تكونش، لأننا راح نعملوا على إعادة تحريك المشاريع الفاشلة، ما نقولش الفاشلة، نقولوا المتعثرة كما يحبوا يقولوا هما، ونعودوا نبحثوا على الشاب الناجح، ماهوش نقولوا الشاب المتعثر واللي أصبح خايف من أن يواجه المصير تاعو مع العدالة. سنعيد تقييم تجربة لونساج والصيغ الأخرى اللي تدخل في دعم الشباب، ونضع آليات جديدة حتى تخلي الشاب ينجح. الشيء الآخر اللي يسيب أمهاتها وزوجاتها وأخواتها، وهذا لازم تسلط عليهم، ولازم تكون القوانين أقسى القوانين في حقهم، لأن هذه المسائل غير مقبولة في مجتمع مسلم. مترشح حزب الألندي أكد على الجانب السياحي وضرورة حماية المناطق الأثرية وجلب المستثمرين لإنجاز مشاريع ومنشآت سياحية للنهوض بالاقتصاد الوطني. وببومرداس نشط المترشح عبد العزيز بالعيد تجمعا شعبيا تابعه عبد الوهاب أفتيس.
ثلاثة محاور أساسية تبني برنامجه الانتخابي: الفلاحة، الصناعة التحويلية، والسياحة التي تعتبر أساس قيام الاقتصاد الوطني. يقول عبد العزيز بالعيد: أنا نعطي عهد أني سألتزم بعد 12 ديسمبر إن شاء الله كرئيس جمهورية أن يكون معي عقد، ندير عقد مع الشعب الجزائري أن ينشور في كل صغيرة وكبيرة عبر استفتاء وطني. نعم، يكون عقد بيني وبين الشعب الجزائري تاع ثقة، وهذا العقد هو أن ينشور الشعب الجزائري في كل ما يخصه عبر استفتاء وطني. نتكلم على اليوم الوطني للمرأة، للعنف ضد المرأة، فأنا نقول المرأة هي الأم، هي الجدة، هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي البنت، ولذلك المرأة هي أساس المجتمع ولها حقوق كبيرة علينا احنا كرجال، عندها حقوق كبيرة علينا كرجال. ونقول لكم المرأة بتجلها الإسلام، المرأة بتجلها الإسلام. وأيضا احنا الجزائريين نعطيكم أحسن مثال، أن الأمازيغ كانت تحكم فينا الديهية الكائنة اللي كانت قائدة وكانت ملكة الأمازيغ، وهذا دليل على أننا احنا الجزائريين نحترم ونقدر المرأة وما انتظروش أنهم يعطونا دروس في الاحترام والتقدير للمرأة اللي هي جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. عبد العزيز بالعيد أكد أن هذه الرئاسيات تعد بداية جمهورية جديدة يحلم بها كل جزائري، وكذا عهد جديد يرتكز على مؤسسات قوية تحظى بثقة المواطن. المترشح علي بن فليس نشط بالبيض تجمعا شعبيا تابعته فتحة بوعرب. في خطابه أمام مواطني ولاية البيض، شرح علي بن فليس برنامجه الوطني الاستعجالي الحامل لأسس دولة قوية اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا، قصد إقامة دولة القانون والمؤسسات. كي تشوف انتخابات نقية وجبهة داخلية قوية، وكي تشوف رئيس يبرق عينيه ما تدخلش روحك في الشأن الداخلي تاع الجزائر، هاي حدودك، دافع على مصالحك كدولة، بصح ما تدخلش روحك في الشأن الجزائري، هذه بلاد الرجالة ولا الرجالة ما تلعبش. ها التوجه اللي عندي أنا في السياسة الخارجية: لا حرب مع الجيران، لا معاداة مع الإخوان كل الجوار، سياسة دبلوماسية، السلم والسلام والأمن في العالم كله، نسعى في الخير ونعاون في الخير ونطمئن الناس، ولا ندخل في الفتن بل نطفئ النيران حيثما كانت هذه النيران في العالم كله. هاي الجزائر، سلم وسلام، بصح حريصين على الدفاع عن حدودنا، صاري حريصين على الدفاع عن عالمنا، حريصين على احترام كل الجوار بتاعنا. احنا هذه اللي بعد جماعة في العصابة حبوا يردونا الوثنية، حبوا يردونا الوثنية، وقال الإسلام هذا عنده 14 قرن، قال لنا الرب واحد، وأنا ما زلت قانع بالوراثة باللي الرب واحد، وزلت قنعت بما قرأته باللي الرب واحد، حتى نشوف كادر وعود وميكرو قدام الكادر باش الكادر يخاطب العود، هذا الهدية، أوليس هذه وثنية؟ كما تعهد علي بن فليس بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاهتمام أكثر بالشباب ودعم الاستثمار الفلاحي وتطوير التعليم، مناشدا المواطنين بالتوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع. وبالمثيلة نشط المترشح عبد القادر بن جرينا لقاء جواريا. رابح مدوي. اختار المترشح عبد القادر بن جرينا العمل الجواري للتواصل بمواطني برهوم بولاية مسيلة والتعريف بخصوصية الانتخابات الرئاسية المقبلة وتحذير من أي تدخل أجنبي في الشأن الجزائري عند استقباله لثلاثة سفراء أوروبيين. عندما كانت الملايين وقالت أقطاب المعارضة 20 مليون تمشي في الشارع وتقول لا للعهدة الخامسة، على ما نطقش الاتحاد الأوروبي، على ما دارش اجتماع البرلمان الأوروبي بحكم أنه يدافع للشعب، وقلتها لهم البارح وأكدتها، لو كان 20 مليون يمشوا في الشارع الآن نقولوا شحال، نعتبروا باللي راه مليون الآن، راه اللي راه يمشوا الآن في الحراك،
كانوا 20 مليون. على ما قلتوش لازم نروح بتفليقة؟ لأن بتفليقة كان ضامن لكم مصالحكم، كان خارق السيادة الوطنية، كان متنازل على سيادة الوطن، كان متنازل على الاستثمارات الجزائرية. ومركز التعذيب والاستنطاق في برهوم شاهد عن ذلك، وما فعله الاستعمار في الجزائر. نختلفوا كجزائريين، نختلفوا، ولكن ممنوع لنا أي جهة ثانية أنها تنحرف إلى العنف. وكافانا دروس من دول عربية تهدمت نتيجة التدخلات الأجنبية، تهدمت ليبيا نتيجة التدخل الأجنبي، تهدت سوريا نتيجة التدخل الأجنبي، تهدت اليمن نتيجة التدخل الأجنبي، وتهدمت العراق نتيجة التدخل الأجنبي. فلا نرضى للجزائر أن يتدخل فيها أي أجنبي، لأن دمعتنا غالية، لأن دم الجزائري غالي، لأننا ضحينا بمليون ونص مليون من الشهداء، وضحينا بمئتين ألف، مئتين ألف من الجزائريين في الأزمة إبان التسعينات، وما ناش مستعدين باش نرجعوا. بنغرينا اعترف بمزايا ونتائج الحراك ومرافقة الجيش الوطني الشعبي له في الساحات، مؤكدا على أن لا سكوت على مواصلة محاربة العصابة ورفض التصوير والدفاع عن الحقوق والحرية. ثمنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم موقف المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية بخصوص رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية. وبخصوص الحملة الانتخابية، أكدت السلطة على لسان المكلف بالإعلام علي دراع عدم تسجيل أي خروقات أو انحرافات منذ انطلاقها. واستعدادا للموعد الانتخابي، تواصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تنصيب المندوبيات البلدية عبر الوطن. ويزا عوفي. تحذيرا لموعد رئاسيات 12 ديسمبر، تتواصل عملية تنصيب مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المستوى المحلي، حيث تم تنصيب المندوبيات البلدية لولاية سقهراس باعتماد معايير محددة تمهيدا لعملها في الميدان. اعتمدنا في انتقائهم واختيارهم الشهادة العلمية والكفاءة العلمية و الشخصية العامة في البلدية التي ينتمي إليها. نعتقد أن هذه المرة آلية العمل في تسيير الانتخابات معها ستكون شفافية، ويستحيل التلاعب بأصوات الناخبين. كما انطلقت أمس بولاية البويرة عملية تنصيب ممثلي السلطة الوطنية للانتخابات على مستوى البلديات 45 بالولاية، وتدعيمها بكل الوسائل والتجهيزات اللازمة من أجل تمكين المواطن من أداء واجبه الانتخابي. هؤلاء المندوبين يمثلون السلطة الوطنية المستقلة على المستوى المحلي البلديات، يقومون بعملية انتخابية في كل محتواها كما كانت تقوم به الإدارة المحلية البلدية أو الدائرة أو الولاية، ويسهرون على تنفيذ التعليمات الصادرة لهم من السيد رئيس السلطة الوطنية. وبمقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولاية تسمسيلت، تم الإمضاء على محاضر تنصيب منسقي المندوبيات البلدية لمباشرة المهام الموكلة لهم حسب القانون. في خضم هذا، فقد اجتمعنا اليوم لتنفيذ ما جاء في هذا القرار، وهذا بتنصيب عملية تنصيب المندوبين المحليين. الاحتكاك والتواصل المباشر مع المواطنين هو عمل هؤلاء المندوبين، والغاية هو إنجاح العملية الانتخابية. وفيما تم بولاية إليزي تنصيب المندوبين البلديين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تتواصل عملية تسليم بطاقات الناخب. إبراهيم بالخير. تحصي ولاية إليزي أزيد من 78 ألف ناخب بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. شرعوا الآن في استلام بطاقات الناخب تحسبا للمشاركة القوية في انتخابات 12 ديسمبر المقبل. جيت هزيت الكارت نتاعي نهار إن شاء الله 12 ديسمبر باش راح ننتخب إن شاء الله. نتمنى رئيس إن شاء الله يكون صالح ويصلح البلاد. ماذا بينا الشباب دمغارين مدان إذا جيني النار راي، لأن الدولة لنا غوري تقام سوارة
ماذا بينا كيضي النجام غير والتيطفى تلا نطلع الرئيس لقذف البلاد من الأزمة السياسية اللي عندنا فيها وباش إن شاء الله يراعينا احنا في الجنوب وإن شاء الله ما جابينا يحققنا الأمنيات نتاعنا في التشغيل. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبعد التنصيب الرسمي لمندوبي البلديات الست للولاية تسابق الزمن في تجهيز مقراتها بكل الوسائل اللازمة وربطها بالمقر المركزي بالعاصمة لمتابعة العملية الانتخابية أولا بأول. شرفنا اليوم على تنصيب أعضاء منسقين مندوبيات البلدية واللي إن شاء الله هما امتداد للمندوبية الولائية وللسلطة الوطنية للانتخابات. بطاقة الناخب راهي واجدة على مستوى جميع المندوبيات البلدية، بإمكان المعنيين يتقدموا ويسحبوها من على مستوى المندوبيات البلدية. توعية وتحسيس المواطنين على الانتخابات الرئاسية وخاصة في الظرف الحالي الذي تعيشه الجزائر التي هي بحاجة إلى أبنائها للتصويت لانتخاب رئيس الجمهورية. مشاركة المواطن في الانتخابات سلوك حضاري يمارس من خلاله جل حقوقه رافعا شعار أختار الجزائر أنتخب. بهذا نأتي إلى ختام موعدنا لهذا اليوم والعودة إلى ليديا وخالد لاستكمال بقية أخبار الثامنة. ألقاكم بخير.